ولنقش هذا الملف عن الصراع السياسي بين الأحزاب والائتلافات قبيل الانتخابات والاستطلاعات الأخيرة التي تؤكد وجود مقاطعة شعبية للانتخابات المقبلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا. كيف يمكن قراءة نتائج الاستطلاعات التي تؤكد المقاطعة الشعبية للانتخابات بنسب تتجاوز 60%، وإلى أي مدى فقد الشارع العراقي الثقة بالعملية السياسية ونتائج الانتخابات التي تتمخض عنها؟ يعني ليست مفاجأة نتائج الاستطلاعات التي تتحدث عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات. فقد جرب العراقيون الانتخابات لأكثر من 5 مرات في انتخاب مجلس النواب، وفي كل مرة تقطع العهود والمواثيق والخطط والبرامج على تحقيق إنجاز ما للعراقيين، الوعود بالإعمار، وعود بالتنمية، وعود يعني تفتح بازار الوعود ولا يلمس المواطن العراقي شيئا، بل تزداد الأمور تعقيدا وتزداد سوءا. نعم. وبالتالي هذا العزوف طبيعي أن يكون في ظل هذا المشهد السياسي يعني الفاشل للنظام السياسي ما بعد 94. نعم. وإذا استمر هذا النظام في انتخاباته حتى 100 مرة فلن يعني يستطيع أن يعالج مشكلات عميقة في العراق. الواحد من تلك المشكلات هو النظام السياسي نفسه، يعني هذا النظام السياسي منتج من منتجات خلخلة بنية الدولة العراقية والمجتمع والوطن بشكل عام. ومن يعتقد أن هذه الانتخابات ستحدث تغييرا ومحاولات نسخ الموضوع وتقديم صورة وردية عن هذا، فهو يمارس الخداع على الناس مجددا. يعني أكد ائتلاف المالكي سعيه للعودة إلى السلطة تحت شعار نعيدها دولة، كيف يمكن قراءة هذا الشعار وما الذي يمكن أن يضيفه المالكي مجددا للعملية السياسية في العراق؟ يعني هي فترة حكم المالكي كانت هي الأكثر قسوة على العراقيين في المشهد الداخلي، وإن كانت كل الحقب في العراق هي يعني واحدة تلعن أختها يعني في المساوئ، وبالتالي يعني فحديث المالكي اليوم لن يأخذه أحد على محمل الجد، وهو الذي ارتكبت في عهده يعني أوقع الجرائم في دورتين انتخابيتين، ولم يستطع وأكثر الأموال نهبت في فترة المالكي. نعم. وأكثر الموازنات الانفجارية كانت في فترة المالكي، ولم يستطع المالكي أن يقدم أي منجز من المنجزات التي قد تقنع العراقيين بضرورة عودته للسلطة. يعني هذا المشهد الذي يتكرر في العراق هو عبارة عن مسرحية هزلية تتبادل أطرافها قوى إقليمية ودولية في بناء عراق جديد على وفق احتياجات هذه المنظومة الدولية والإقليمية. واليوم المشهد الإقليمي هو المشهد الأكثر فعالية في العراق، يعني الجوار الإقليمي في العراق. في ظل الترويج المستمر لحكومة الكاظمي للانتخابات، إلى أي مدى هناك فرصة حقيقية للشباب وأصحاب الخبرات في ظل الإمكانات الهائلة للأحزاب السياسية التي تؤكد تقارير استخدامها لموارد الدولة والمال السياسي لترويج لنفسها؟ يعني أنا أعتقد أنه من يشارك في الانتخابات تحت مسميات ثوار تشرين أو شباب العراق أو شباب من أجل التغيير، أيضا هي عناوين براقة خادعة يستخدمها ذوي النفوذ السياسي اللي احترقت مشاريعهم ومناوراتهم، ويحاولون التجديد لأنفسهم عبر
يعني مسميات وشخوص قد تكون براقة للناس. الأزمة ليست في الشخوص وليست في يعني في القوى السياسية فقط، الأزمة بنيوية مركبة في العراق، أزمة سلطة وأزمة مجتمع وأزمة وطن تداخلت معا بسبب يعني فقدان العراق لإرادته السياسية، فقدان شعب العراق لحق تقرير نعم. مصيره بإرادة حرة مستقلة. ولا أظن أنه أحد اليوم في العراق معني بنجاح الانتخابات أو بنجاح إرادة العراقيين في إحداث تغيير. نعم. ماذا تبقى من العملية السياسية التي تأسست في 2003 في ظل تأكيد أطرافها أنها لا ترتكز على الدستور بل على التفاهمات السياسية وبالتالي تنتهك حقوق العراقيين؟ ليش هو الدستور أفضل حالا من التفاهمات؟ الدستور هو الذي قدم للتفاهمات، والدستور هو الذي أسس للمحافظة، والدستور هو الذي قسم الوطن والمجتمع والنظام السياسي. يعني الدستور يتحدث عن مكونات، لا يمكن أن يبني نظام سياسي لوطن موحد. الدستور يتحدث عن التوازن في توزيع المناصب حتى توصل إلى تفاصيل الدنيا في الوظائف الحكومية. لا يمكن له أن يعاود بناء وطن مجددا أو وطن موحد بهذا الاتجاه. هناك يعني تقديري تضليل. أصل المشكلة هي كانت تكمن في بناء دستور أو صياغة دستور يؤسس لعراق هش، عراق غير مستقر، عراق غير موحد. الكل عن الدستور من كاتبي الدستور ومؤسسين النظام السياسي يلعنون الدستور صباح مساء، ويتمسكون بالدستور عندما يودون الحفاظ على مكاسبهم ومكتسباتهم سواء الطائفية أو المكتسبات المالية أو مكتسبات المحافظة محافظة النظام السياسي. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.